شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري حفل زواج الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، وذلك مساء اليوم بمجلس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله بالرفاع بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين، حيث قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التهاني والتبريكات إلى معالي الشيخ راشد بن خليفة بن حمد الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بزواج نجله الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، متمنيا سموه له حياة زوجية سعيدة. من جانبه رفع معالي الشيخ راشد بن خليفة بن حمد الخليفة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسمايات الشكر والتقدير والامتنان على تشريف سموه لحفل زواج نجله الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، وعلى تهاني سموه وما أبدوا من مشاعر نبيلة بهذه المناسبة السعيدة.